عملية ترتبط بأن نوفر الظروف المناسبة لإجراء هذه الامتحانات في ظروف جد مناسبة تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين وتوفر جوا يعني من الهدوء ومن الراحة النفسية بالنسبة للمتعلم لكي يجتاز هذه المباراة. هذه الأجواء وطبيعي الحال نحن نشعر بأريحية لأننا نتابع هذه العملية بكل إذا أردنا تعيدنا إلى ذاكرتنا المرتبطة بمرحلة البكالوريا وما بعد البكالوريا إلى آخره ونتمن المجهودات الجميع الذين يشتغلون سواء داخل المركز أو خارج المركز لنجاح هذه العملية ذات الأهمية الكبرى في بلدنا. Thank you.